مشاهدين الأعزاء، فقرة أزمان وأماكن هذا الأسبوع هي صراحة مختلفة نوعا ما، ولكن نفس ما قلت لكم أن الطب كيف كانت رحلته عبر الزمن. مستشفى توام كيف كان منذ التأسيس إلى اليوم؟ اليوم بنشوف، قاعدين نشوف أجهزة، قاعدين نشوف أشياء متطورة جدا عن ما عن السابق، وحتى هم نفسهم الأطباء اللي أفادوا بهذا الكلام أنه كل سنة تأتي أجهزة أحسن من السنة اللي قبلها. شوفوا معنا هذه الأجهزة في غرفة العمليات، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. الحمد لله دولة الإمارات كانت دائما رائدة في جميع المجالات، ومن ضمنها المجال الطبي ومجال جراحة الأعصاب، وكانت موفرة الكادر الطبي دائما للعلاج المرضى هنا. ولكن الإمكانيات اللي كانت متوفرة ما كانتش على المستوى العالمي العالي جدا، ولكن الحمد لله في خلال السنوات الماضية تم تجهيز ليس مستشفى التوام ولكن يعني معظم مستشفيات الدولة بأجهزة حديثة متطورة أدت إلى مساعدة الفريق الطبي لأداء واجبه بطريقة ممتازة. جراحة الأعصاب تطورت خلال 50 سنة الماضية في العالم كله بدخول أجهزة حديثة جدا موجودة في مستشفى التوام، وعلى مدار السنوات 10 الأخيرة نقدر نقول إن مستشفى التوام بفضل مجهودات الدولة وتوفير الرعاية الكاملة من الدولة والشيوخ، الحمد لله قدرنا نوفر كل الأجهزة العالمية لعلاج المرضى المواطنين والمقيمين في الدولة بأحدث التقنيات وأحدث الطرق العلمية. فهي جراحة الأعصاب نفسها قديمة الأزل، وبعض الآلات المستخدمة اللي هي اكتشفت في الحفريات القديمة هي فعلا عملية يعني تم تطويرها الآن تتم استخدامها في العمليات الجراحية. طبعا الطب اختلف تماما من الفترة الأخيرة، حتى ان التشخيص وهو بداية العلاج من التشخيص أصبحت الأجهزة متطورة جدا، وبنسمع كتير جدا عن اكتشاف أمراض كتيرة أو اكتشاف لا قدر الله الأورام، ولكن هي لا تتزايد الحاجات دي، ولكن اكتشافها اللي تزايد، والاكتشاف المبكر للحاجات دي أدت إلى أن بقى في إمكانية لعلاجها وفي إمكانية لاستئصال الأورام دي وشفاء المرضى منها شفاء تام، بالإضافة طبعا للتقدم الطبي الشديد في مجال الأدوية العلاجية اللي أدت فرصة للإنسان أنه يحيا حياة طبيعية جدا بعد كده. اللي احنا بنستعمله هو ميكروسكوب جراحي، هو ده من أحدث الميكروسكوبات الجراحية المتوفرة الآن، بيقدر يكبر لنا المجال الجراحي إلى صورة كبيرة جدا، ويقدر يحدد لنا الشعيرات الدموية إذا كان فيها أي إصابات أو القشرة المخية. وفي نفس الوقت بنستعمل الشاشة الثانية اللي احنا كنا شايفينها، اللي هي عبارة عن قياس الترددات العصبية داخل الجسم أثناء الجراحة، عشان نقدر نعرف إذا كان فيه أي مشاكل بتحصل وقت أداء الجراحة.